الهدف من الفتوحات الإسلامية. اختلفت أهداف ودوافع الدول والحضارات عبر التاريخ في فتوحاتها وحروبها. فالإمبراطورية الفارسية مثلا، كان ملوكها يعتبرون أنفسهم آلهة أو ظلا للآلهة على الأرض، وأرادوا الهيمنة على حضارات العالم القديم وطرق التجارة فيها. أما القائد الإغريقي الشهير الإسكندر الأكبر، فقد تمكن من بناء إمبراطورية مترامية الأطراف امتدت من حدود مصر الغربية إلى جبال الهيمالايا في الهند، وكان هدفه في ذلك الانتقام من الفرس الذين أرادوا احتلال اليونان في السابق. فتمكن بالفعل من تدمير الإمبراطورية الفارسية الإخمينية التي أحرقت جيوشها في السابق مدينة أثينا. ثم تطور الأمر مع الإسكندر ليصبح هدفه في فتوحاته هدفا شخصيا، خاصة بعد أن أقنعه كهنة الفراعنة والفرس الذين احتل بلادهم، أقنعه أنه إله بعث من السماء، بعد أن جبل هؤلاء الكهنة المنافقون على عبودية ملوكهم السابقين وتأليه كل من يحكمهم. هذا الأمر لم يعجب الجنود الإغريق الذين حاربوا مع الإسكندر، والذين تعودوا على الحرية التي أنشأتها أثينا في السابق، فأعلنوا رفضهم لألوهية قائدهم الإسكندر، وأبدوا عصيانهم لأوامره في استكمال فتوحاته في قلب القارة الآسيوية، بعد أن أدركوا أن تلك الفتوحات كانت لهدف شخصي، كانت لمجد الإسكندر الشخصي، قبل أن يتم اغتيال الإسكندر في أرض العراق بالسم على الأرجح من قبل جنوده الإغريق. في حين بدأ التاريخ الفعلي لنشأة الإمبراطورية الرومانية بعد أن داهمهم القائد القرطاجي الشهير هانيبال أو حنبال في عقر دارهم بفيلته التي جاء بها من أفريقيا لتدمير عاصمة الرومان روما، فتحول الرومان بعدها من الدفاع إلى الهجوم واحتلوا تونس، وأكملوا بعدها احتلال سائر دول البحر المتوسط. أما الألمان النازيون فقد احتل زعيمهم هتلر معظم القارة الأوروبية من منطلق عنصري يؤمن بتفوق العنصر الآري على بقية الأجناس البشرية. أما بالنسبة لأمة الإسلام فقد كان الأمر مختلفا، فالمسلمون الأوائل كانوا يؤمنون أن رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر أنبياء الأرض، وأن هناك رسالة إلهية حمل هو وأتباعه مهمة إبلاغها إلى بقية البشر، إبلاغ وليس إجبار. وملخص هذه الرسالة هو تحرير البشر من عبادة غيرهم من البشر أو غيرهم من المخلوقات بشكل عام، وقصر تلك العبادة على الله وحده. باختصار، كانت رسالة الإسلام للإنسانية هي تحرير البشر وجعلهم أحرارا لا يركعون سوى لخالقهم. هذه الرسالة بطبيعة الحال كانت تحتاج إلى مناخ من الحرية يسمح للرسول صلى الله عليه وسلم وبقية المسلمين بتبليغها لبني البشر دون تهديد لحياتهم، وهو الأمر الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية مباشرة بطلبه للهدنة مع قبيلة قريش التي كانت تحاربه. فقد طلب الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل واضح أن يتركوا له حرية الدعوة دون قتال، كما عبر عنه بقوله يخلوا بيني وبين الناس، أي أن يتركوا له حرية دعوة الناس إلى هذه الرسالة التي كلف بتبليغها لجميع بني الإنسان. لذلك كان من أول الأمور التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عقده للهدنة وضمانه لأمن أصحابه من غدر قريش هو أن أرسل الرسائل إلى ملوك العالم وزعمائهم يدعوهم فيها إلى رسالة الإسلام. ولكن أصحاب النفوذ الذين كانوا يرون في هذه الرسالة تهديدا لمصالحهم الشخصية التي بنوها على جهل الناس وعبوديتهم لهم، هؤلاء قاموا بمحاربة هذه الرسالة وعملوا على منع وصولها إلى شعوبهم. ومن هنا
كان وجود القوة العسكرية ضروريا لمحاربة هؤلاء المستبدين وليس لمحاربة الشعوب أو فرض هذه الرسالة عليهم كما يعتقد البعض. فكان هدف تلك الفتوحات يقتصر على تأمين حرية دعوة الناس إلى معرفة رسالة الإسلام وليس فرضه عليهم. والأدلة على ذلك من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، لا يتسع المقام هنا لذكرها أو شرحها، ليس فقط لضيق الوقت ولكن أيضا لأن المتطرفة أو الكارهة للإسلام لن يجد صعوبة في تفسيرها حسب فهمه الفاسد عن الإسلام وحكمه المسبق على هذا الدين. لذلك سأكتفي هنا برد تاريخي مبني على حقائق تاريخية موثقة لا مجال لنكرانها. فلو افترضنا جدلا صحة ادعاء هؤلاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه جاءوا بالسيف لإجبار الناس على اتباع الإسلام، إذا افترضنا صحة هذا الافتراء فمن أين جاء الملايين من المواطنين غير المسلمين الذين يعيشون الآن بسلام تحت حكم المسلمين في البلدان التي عاش فيها أجدادهم بسلام وأمان منذ مئات السنين؟ وكيف يفسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، أي أن ذلك اليهودي كان يعيش بسلام في دولة محمد صلى الله عليه وسلم متمتعا بحريته الدينية؟ ليس ذلك فحسب، بل كان رسول الإسلام بنفسه يتعامل معه إنسانيا وتجاريا. فلو كان زعمهم صحيحا فلماذا لم يجبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك اليهودي على اتباع الإسلام؟ ولماذا لم يقتله أو يستولي على ماله بدلا من أن يرهن درعه عنده؟ وماذا عن نصارى نجران الذين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاورهم بنقاش حضاري في مسجده ويسمع منهم بكل صراحة وحرية بأنهم يكذبونه ولا يعتقدون بصدقه أو بصدق رسالته؟ لماذا لم يجبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع الإسلام بدلا من محاورتهم وتركهم يرحلون بسلام إلى أرضهم؟ ولماذا لا تزال أقدم الكنائس في العالم موجودة في العالم الإسلامي؟ ولماذا كتب الخليفة الثاني في تاريخ الإسلام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لماذا كتب لمسيحي القدس ما عرف في التاريخ بالعهدة العمرية التي تعهد بموجبها بحماية المقدسات الدينية لهم؟ لماذا لم يهدم الكنائس؟ ولماذا لم يرتكب المجازر في حقهم كما فعل الفرس المجوس قبل ذلك بسنوات قليلة عندما احتلوا القدس من الرومان؟ الفاروق عمر رضي الله عنه عندما أدركه وقت الصلاة وهو في ضيافة بطريرك كنيسة القيامة اعتذر عن قبول عرض البطريرك بالصلاة في كنيسة القيامة، ليس لأن صلاة المسلمين لا تجوز في الكنيسة، بل لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى أن يقوم المسلمون من بعده باتخاذ الموضع الذي صلى فيه كمسجد لهم، فخشي أن يهدد هذا الأمر الحرية الدينية للمسيحيين في كنيستهم بعد رحيله من الحياة، ففضل الصلاة خارج الكنيسة في الموضع الذي بنى عليه المسلمون الآن المسجد العمري. وبالمناسبة مفتاح كنيسة القيامة أعظم كنائس المسيحيين موجود منذ مئات السنين وحتى يوم الناس هذا عند عائلة مسلمة استأمنها مسيحيو القدس عليه منذ زمن صلاح الدين الأيوبي منذ ما يقرب من 1000 عام، وأحد أفراد هذه العائلة الفلسطينية المسلمة هو الذي يفتح باب كنيسة القيامة كل صباح. أما اليهود فلم يضمن المسلمون العيش لهم بسلام وحسب، بل قام المسلمون أيضا بإنقاذ غيرهم من اليهود الذين كانوا يتعرضون للتعذيب والقتل في محاكم التفتيش المسيحية الكاثوليكية في إسبانيا. فناقل عمالقة البحرية الإسلامية الأخوان بربروسا وغيرهم من قادة البحرية الإسلامية عشرات الآلاف من اليهود من إسبانيا ونقلوهم على سفن تابعة للخلافة الإسلامية العثمانية التي عاش اليهود على أراضيها بسلام لمئات السنين. لذلك فإن الفتوحات الإسلامية لم تكن بهدف إجبار الناس على الإسلام،
وإنما كانت تهدف بشكل أساس لمحاربة الملوك المستبدين الذين كانوا يستعبدون شعوبهم، ويرون أن رسالة الإسلام بما تحمله من قيم للمساواة والعدل والحرية تتنافى بطبيعتها مع رغباتهم الاستبدادية، وتهدد عروشهم التي بنيت بالأساس على الظلم والاستبداد. لذلك لم يرغب هؤلاء الملوك بأن تصل هذه الدعوة إلى شعوبهم، لأنها تمثل خطرا وجوديا لحكمهم الاستبدادي القائم على سياسة تقديس الشخص الواحد. وقد أدرك القائد العربي الكبير المثنى ابن حارث الشيباني أدرك هذا الأمر مبكرا حتى قبل إسلامه، عندما اعتذر أيام جاهليته عن إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته في ديار بني شيبان في العراق، خوفا من غضب الإمبراطورية الفارسية التي كانت ديار بني شيبان على حدودها. فبعد أن استمع قادة بني شيبان إلى ما يدعوه إليه الإسلام من قيم ومبادئ من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتذر المثنى ابن حارث الشيباني الذي كان بمثابة وزير الدفاع في القبيلة، اعتذر عن قبول طلب الرسول صلى الله عليه وسلم بإيوائه ونصرته، وقال له المثنى بكل وضوح: أرى هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخ قريش مما تكره الملوك. وبالفعل صدق توقع المثنى، فقد أعلن كل من إمبراطور الإمبراطورية الفارسية وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية البيزنطية الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فقد كان الرومان يحتلون أغلب أراضي حوض البحر المتوسط، كانوا يحتلون مصر والشام ودول شمال أفريقيا والأناضول وغيرها من الأراضي والجزر في البحر المتوسط، وكان المسلمون يواجهون تلك الإمبراطورية الظالمة في كل الأماكن، ويحررون شعوب تلك المناطق من الاحتلال الروماني الذي كان يمارس أبشع أنواع المذابح والظلم في حق تلك الشعوب. ولا يتسع الوقت هنا لذكر بعض تلك الفظائع، ولكن يكفي أن نذكر أن الرومان كانوا يضطهدون سكان مصر من الأقباط الذين كانوا واقعين تحت الاحتلال الروماني. كان الرومان يلقون بهم في أوعية مليئة بالزيت المغلي، بل إن باب الأقباط بنيامين الأول كان هاربا من ظلم الرومان لمدة 13 عاما، حتى جاء المحرر العربي العملاق الإسلامي الكبير عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، جاء ليحرر أهل مصر من الأقباط من ظلم الرومان المستبدين الذين أذاقوهم أنواع العذاب، ويحرر عمرو بن العاص بنفسه باب الأقباط بنيامين الأول بعد سنوات طويلة قضاها طريدا للرومان، كما جاء في أشهر كتب الأقباط التاريخية الكتاب الذي يؤرخ لتلك الفترة كتاب السنكسار، الذي جاء فيه حرفيا ما يلي: أما عمرو بن العاص فإذ علم باختفاء البابا بنيامين أرسل كتابا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه: الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العهد والأمان والسلام، فليحضر آمنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه. فحضر الأنبا بنيامين بعد أن قضى 13 سنة هاربا، وأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا، وأمر أن يتسلم كنائسه وأملاكها. انتهى النقل من هذا الكتاب القبطي. لذلك فإن بعض العنصريين من سكان تلك البلدان ممن يصفون الفتوحات الإسلامية التي حررت أجدادهم يصفونها بأنها كانت احتلالا عربيا، يغيب عنهم أن بلادهم كانت بالأصل محتلة لمئات السنين من قبل الرومان، وأن العرب الفاتحين من المسلمين الأوائل إنما قاموا بتحرير أجدادهم من ظلم الرومان قبل أن يعجب أغلب أجدادهم برسالة النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلنوا إسلامهم عن قناعة وينضموا إلى جيش الفاتحين المسلمين الذي استمر
بتحرير بقية شعوب الأرض. ونختم الحديث عن قضية الفتوحات الإسلامية بما كتبه القائد البريطاني الشهير الفيلد مارشال برنارد مونتغومري، وهو أحد أشهر قادة الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. بالمناسبة، مونتغومري كان من القادة الذين شاركوا في إنزال النورماندي الذي كان نقطة فاصلة في الحرب العالمية الثانية. مونتغومري فسر أسباب نجاح الفتوحات الإسلامية بأن الإسلام كان يعتبر كمحرر للشعوب من العبودية، وذكر ذلك في كتابه الرائع A History of Warfare، تاريخ الحرب. في هذه الموسوعة الرائعة التي كتبها مونتغومري بعد تقاعده، قال مونتغومري: وقد وصلت الفتوحات الإسلامية مدى لم تصله في أي عهد سابق، وذلك ليس فقط لأنهم كانوا أكثر عددا، بل أيضا لأنهم كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب، كمحررين للشعوب من العبودية، وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة. فزاد إيمان الشعوب بهم علاوة على تميزهم في نفس الوقت بالصلابة والشجاعة في القتال. وقد أدى كل هذا إلى اعتناق معظم الشعوب التي انتصر عليها العرب الدين الإسلامي. مرحبا بكم، هذا جهاد الترباني يحييكم في حلقة جديدة من برنامج العظماء المئة.